من كام يوم وزارة التربية والتعليم أعلنت عن انطلاق التسجيل الإلكتروني للتقدم للصف الأول الابتدائي في المدارس، وكمان أيضا في مرحلة رياض الأطفال. لكن قبل ما ولي الأمر يروح يقدم، هل تم تأهيل الطفل ده بشكل مبدئي في رحلته مع التعليم في المدرسة؟ خلينا نتعرف على الكلام ده عبر تطبيق زوم. بتنضم لنا الأستاذة دعاء كرسون، مدربة التربية الإيجابية للوالدين، ده تخصص مهم جدا. أهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك، اهلا بحضرتك. بنعمل ايه علشان نأهل طبعا الوالدين قبل ما نأهل الطفل؟ ده صح عظيم. هو موضوع فعلا مهم جدا، خاصة مرحلة رياض أطفال، لأن الطفل بيكون معظم الوقت قبل المرحلة دي ملاصق للأهل شوية، لسه مش متعود على الاختلاط بالمجتمع الكبير زي صحيح. المدرسة أو الحضانة، وبتكون نقلة كبيرة عليه إن هو يبتدي يتبع القواعد في الحضانة، يبتدي يختلط بمجتمع أطفال كبير. وبعض الأسر بتواجه مشكلة في تقبل الطفل أصلا، فكرة إنه يروح الحضانة أو المدرسة، ودايما بعض الأمهات أو الآباء بيشتكوا من فكرة إنه الطفل رافض أصلا، بالصبح بيكون مش عايز يروح. فمهم جدا إن احنا نعمل فكرة الإعداد المسبق للطفل نفسيا وعقليا قبل ما يبتدي إنه يروح رياض أطفال أو حتى الصف الأول، لأنه بيبقى لسه سنهم صغير، لسه في مرحلة ال7 سنوات، ودي المرحلة اللي احنا بنسميها الطفولة المبكرة، يعني لسه مرحلة تكوين الشخصية أو مرحلة الطفولة الأولانية. فنعمل إيه؟ مهم جدا ان احنا نبتدي قبل مرحله الطفل يروح الحضانه، نبتدي نوفر له انشطه اجتماعيه يختلط فيها مع اطفال اخرين في وجود الام او الاب. يعني ممكن نروح لاي مكان، مثلا حديقه عامه وفيها اطفال، والطفل يلعب مع الاطفال الاخرين ويبتدي يشوفهم في وجود ماما وبابا. ممكن نبتدي نكثف شويه من الزيارات العائليه اللي بيكون فيها تواجد الاطفال، وابتدي اشوف جزئيه هل هو مستعد للمشاركه، هل هو مستعد للانفصال عني كأم. ابتدي اعمل كمان جزئيه الانفصال التدريجي النفسي عنه. فلو طفلي ملتصق طول الوقت بيا واحنا في البيت، مثلا الامهات برضه بتشتكي طول الوقت، لما باجي اقوم طفلي على طول بيجري ورايا، لما باجي اسيبه الطفل بيبكي. طبعا لما بيجي اسيبه في المدرسه او الحضانه بيكون بكاء وصريخ وحاجه مش لطيفه نفسيا على الطفل وعلى الام. فمهم من واحنا في البيت نعمل ما يسمى بالفطام النفسي. مثلا لو هو بتكون هي في غرفه وهو قاعد بره وبيتفزع، لو هي بتقوم فتبتدي تدربه، تقول له تعالى انا موجوده. لو هو مثلا عايز يروح التواليت تقول لها لا لازم تكوني معايا. تبتدي جزئيه التدريب، روح وانا هكلمك بصوتي. فانا هنا ببتدي اخدها خطوات تدريجيه في ان انا انفصل عن ان هو يفضل يكون بيعمل الاشياء الاساسيه الخاصه بيه وهو شايفني. برضه جزئيه الاكل، بعض الحاجات المتوارثه عندنا ان احنا نفضل ناكل الطفل خوفا على نظافه البيت او انه ما يحصلش مشاكل في البيت، فبيخلي الطفل يروح الحضانه والمدرسه غير قادر على الاعتماد على نفسه، دايما مستني حد ياكله. لا، يبقى انا من قبل المرحله دي ابتدي اعود طفلي على نظام الاكل اللي هيكون معايا. لو مثلا ساندوتش ابتدي ادوله واكون معاه وافهمه هيمسكه ازاي وهياكله ازاي، لو طبق او لانش بوكس صغير ادربه. برضه مهم جدا نستخدم اللعب الدرامي، الولاد بتحب جدا فكره الخيال واللعب، فانا ممكن اوظف الجزئيه دي في اني امهد الفكره للطفل، مش افاجئه انه بكره تاني يوم المدرسه، لا انا عايزه الموضوع نمهده من قبليها. فامثل ماما تمثل او بابا ان احنا المدرس او المدرسه الصبح واحنا جايبين اللانش بوكس هناكل دلوقتي، او ان احنا هنبتدي انا هسلم عليك اصحابك، لما تشوفهم هتسلم عليهم ازاي، طب لو اتضايقت من موقف هتعمل ايه. فكل ده انا بدرب الطفل عقليا انه لما تكون في نفس الموقف بعد كده ممكن تعمل ايه. حلو قوي انت بتتكلمي يا دعاء في التدريج، يعني امهد للولاد كل حاجه من الاول خالص، وانت كنتي في نقط كتيره قوي منها، حتى ازاي اتعامل مع المواقف اللي ممكن تضايقني وبسطها اكيد للاولاد، ازاي الاهالي يتعاملوا مع ضغط المدرسه للاطفال. يعني احنا ككبار بيبقى عندنا ضغوط في اليوم بتاعنا بنحس بيها، هم كمان بيحسوا بكده على سكيل اصغر شويه، فازاي نتعامل معاهم يعني في ظل طبعا الضغوطات اللي ممكن يكونوا بيتعرضوا ليها سواء في الحضانه او في المدرسه. انا عندي نصيحه مهمه جدا في موضوع الضغط، انه ما ينفعش ان الطفل يكون قاعد طول الوقت في منطقه الراحه في البيت 24 ساعه وبعدين انقله الضغط مره واحده 8 ساعات بشكل متواصل.
فاول نصيحه ان احنا ندرب الضغط ده. فلو بنتكلم عن طفل في سن الحضانه بلاش يكون الهدف الاول لماما وبابا ان الطفل اول شهر طالما ان الام مش بتشتغل وما عندهاش التزام اساسي بان هي تسيبه 8 ساعات، ان الطفل يكون اول شهر لازم يقعد 8 ساعات من 8 ل 3، لان دي اول مسبب من مسببات الضغط، انه ما بيحصلش تدريج على الطفل وعلى الام كمان في فكره الوقت. لكن انا ممكن ابتدي الاول اسبوع ساعتين ثلاثه، الاسبوع الثاني ازيد، الاسبوع اللي بعده ازيد. ده بيعمل تدريج للطفل، بعده بسبنان ان انت تبقى قاعد برده، لانه زي ما انت قلتي فعلا توتر كبير، لان هو بعد ما كان قاعد طول الوقت في بيته مرتاح مطالب منه انه يقعد على كرسي، مطالب منه انه يتبع اوامر المجموعه الخاصه بالفصل، مطالب منه انه ياكل في الوقت الخاص بس بوقت الاكل في الفصل مش وقت ما انا مجوع. فبيبقى طبعا يعني حاجه زي ما بنسميها كده الاطفال بيبقى عندها خجول كمان، ما بيبقوش قادرين ان هم يتعاملوا مع الزحمه او طلاب بالزبط. زيهم بالظبط بالظبط، دي حقيقه. فبيبقى الموضوع قاسي جدا عليهم كمان في زي ما انت قلتي جزئيه الخجل. الاطفال الخجوله مش بتعرف تتعامل اول فتره او اول جزء في اليوم بشكل ايجابي، فدايما بيواجهوا ده بالرفض. فمهم جدا ان ماما لو بنتكلم عن سن الحضانه تستاذن الحضانه ان هي تكون مع الطفل في اول يوم وثاني يوم وثالث يوم لمده 30 دقيقه. ما نسيبش الطفل ونمشي في اول يوم الحضانه. ليه؟ لان ده عند الطفل الخجول او شديد الالتصاق بالام بيعمله شبه انتكاسه نفسيه، اللي هو ايه ده ماما مصدر الامان الاساسي بالنسبه لي او بابا سابوني ومشوا. وخصوصا كمان لو تعرض لتنمر، يعني احنا برضو ده فصل تاني عايزين نتكلم فيه، ان هو يعني الاطفال اللي بتتعرض لتنمر داخل الحضانات بنقدر ازاي بقى نعالج المشاكل دي؟ بيبقى عنده اصلا بانيك من القصه ان هو يروح ويشوف ناس جديده، هل في منهج لده برضو يا استاذه دعاء؟ طبعا في منهج، ومن هنا انا بناشد يعني اتمنى ان الحضانات والمدارس مع بدايه التقديم للسنه الجديده يكون عندهم سعة الرحب، وان احنا نبتدي نطبق الانفصال الامن مع الاطفال اللي بيخشوا السنه الحضانه او لسه الصف الدراسي الجديد، لان الاطفال دي بتكون محتاجه وجود الاهل معالجه خاصه خالص. بالظبط. فانا لما بقرر بان انا اخد قرار حازم، لا لو سمحت انت هتجيب طفلك وتسيبولي على الباب وتمشي، الوضع بيكون كارثي بالنسبه للطفل وبالنسبه للاهل وبالنسبه للمعلمين. حضرتك برضو تخيل انه 25 طفل كلهم بيعيطوا، هل المدرسه هتكون قادره على تهدئتهم كلهم؟ لا طبعا. فبتضطر ان هي تتجاهل البعض وتهدي ده شويه وتهدي ده شويه، وده بيخلي الطفل تاني يوم بيعمل حاجتين، بيعند مع الام ورافض انه يروح المكان، والام بتبتدي تحس ان المدرسه والحضانه ده كابوس بالنسبه لها لانه الطفل مش مستمتع بالذهاب، وكمان بيعمل ضغط على الطفل لانه حاسس ان المدرسه مش بتكون قادره ان هي تهديه. فوجود الام كمساعد للمدرسه وكمساعد للطفل اول اسبوع هيخلي الطفل اولا يكون عنده المقدره انه يطمن، هيبتدي يستكشف المكان في وجودها، هيبتدي يشوف الاطفال الهاديين او المناسبين لنمط شخصيته ويحاول يتواصل معاهم. ممكن الام كمان، ودي من الحاجات اللي بنصح بيها دايما، ان الام تشوف بقى وهي بتجيب الطفل بعد المدرسه او وقت استلام الطفل، تشوف الابهات والامهات اللي موجودين لنفس طفلها في نفس الفصل، وتقترح عليهم يتقابلوا في اوقات بعد الحضانه والمدرسه في مكان عام. طيب. لان لعب الاطفال مع بعض بيخلق حاله كويسه، الحضانه والمدرسه بيفرق جدا في نفسيه الاطفال، وبيخلق ما بينهم روابط، وبيقلل شويه فكره الخوف من ان انا اروح المكان ده، لان انا اصبحت لما بروحه عارف الطفل ده، شفت مامته وشفت بابا، عارفهم، في يعني في الفه شويه في الموضوع ده. عايز اسالك سؤال، ايه اللي المفروض الام تستناه من الحضانه بالنسبه للطفل اللي لسه صغير او ابتدى ان هو يعرف يتعلم، سواء على المستوى الاجتماعي يعني الطفل بقى بيتصرف ازاي، او على التعليم يعني اقدر اعرف منين ان انا بودي ابني او بنتي الحضانه الصح؟ أول حاجة لازم ما نتوقعش من الطفل أي رد فعل أو إنه يبتدي يديني رد فعل سريع قبل شهر، لأن أول شهر لثلاث شهور، في كمان أطفال بتحتاج ثلاث شهور، لأن الفترة دي بنسميها فترة الإعداد، أنا لسه بتقبل المكان، فممكن يكون أوقات كتير قاعد الطفل مش مستوعب الكلام اللي بيقوله على قد ما هو مركز اكتر في خوفه، ومركز امتى ماما هتيجي تاخدني، انا عايز العب، او ان الطفل ده هيعاملني كويس ولا لا. فبلاش نستعجل، ولكن في حاجات مهمه لازم الام تلاحظها لما الطفل يرجع من الحضانه عشان تشوف هل المكان بيتعامل مع ابني بشكل ايجابي ولا سلبي،
واحد ان الطفل ما يتغيرش او يرفض الاكل بشكل مستديم. رفض الاكل لوقت طويل معناه ان هو بيعاني من قلق او بيعاني من حاجه مش صح. اتنين، انه يبتدي يحصل انتكاسات في الحمام بشكل متكرر ليلا وفي النهار، ده معناه ان الطفل بيعاني من التوتر. ان احنا نلاحظ ان الطفل يبتدي يقرقط ضوافره او يبتدي يحط صباعه في فمه بشكل مستمر، يبقى كده عنده انكزايتي او توتر شويه. بالظبط، الطفل بيحاول يهدي نفسه وده معناه انه بيتعرض لفترات طويله من التجاهل او التوتر. مهم جدا ان الام كمان لما الطفل يجي يقول لها فلان ضربني، او لو الطفل لسه حصلت الكلام عنده مش كويسه فبيبدي الفزع لما يشوف حد معين، مش نتجاهل الاشاره دي، لا تطلب على طول مع الادمن بتاع الحضانه او المدرسه انا عايزه اقعد مع المعلمه عشان انا لاحظت كذا كذا. ما نتجاهلش اشارات وكلام الاطفال. دايما بقول للامهات اتبعي طفلك، لان كل طفل ليه نمط شخصيه، مش لازم بالضروره ابن قريب او ابن الصديقه يكون نمط نفس كل ابنك واحد او نفس يعني الحاله تكون انه معاه. ابن خالتك او كده او الحاجات دي، لا خلاص كل واحد خالص. عنده شخصيته. لا بالظبط. ومهم جدا كمان في اول شهر يكون في تقرير بيجي للام اسبوعي مرفق بالصور، لو مش متاح بالصور فتقول لها تفصيليا هو لعب مع مين، طب هو بيتفاعل مع الالعاب اللي موجوده معاه ولا لا، طيب هل هو رد فعله ايه مع المدرسه، هل هو خايف منها ولا بيفضل طول الوقت قاعد على الكرسي بتاعه، هل هو بيفضل الاختلاط مع اطفال محدده ولا بيفضل اللعب مع طفل واحد. تمام. لان ده هيساعد الام في ان هي تفهم انا ادعم ابني ازاي لما يرجع من بالزبط. الحضانه واساعده في ايه. طيب استاذه دعاء، لو اتكلمنا عن فن الاولويات، يعني ابدا بايه، الاهم حاجه ايه، الثانيه الثالثه الرابعه؟ انا شايف كلام حضرتك جميل جدا ومهم جدا للجميع بصراحه، ولو عملنا ده احنا هنوفر على نفسنا حاجات كتير قوي، لكن ابدا بايه الاهم فالاقل اهميه ثم أول خطوة وأهم خطوة دي اللي هتأثر على العملية التعليمية، إنه يحصل انفصال آمن للطفل الخجول أو شديد التعلق بالأم والأب قبل ذهاب الحضانة. ووقت ذهاب الحضانة لازم الموضوع ما يكونش بالإجبار وما يكونش بالتعنيف. والطفل لو دخل الفصل وقعد يبكي أكتر من 20 دقيقة متواصل أو 15 دقيقة متواصل، لازم إدارة المدرسة يكون في اتفاق، كلموني إن أنا أجي أخده اليوم ده. ليه؟ لانه بكاء الاطفال لمده طويله بيأثر على الوصلات العصبيه الموجوده في المخ المسؤوله عن التركيز، بيفرز هرمون الكورتيزول اللي بيخلي الطفل غير قادر على الاستيعاب والتركيز. فاصبح لو انا بودي طفلي الحضانه بهدف انه يتعلم او يكتسب شيء ولكن هو غير متقبل لسه او بيعاني من توتر وبكاء شديد، فهو مش هيتعلم، بل بالعكس هيحصل له ضعف تركيز، وهيجي لي المحصله انه طفلي هيبتدي بقى يعكس ده في سلوكه، هلاقي عند معايا، هلاقي عنف، العنف اللي بيظهر بعض الاولياء الامور يقولوا طفلي بقى بيضرب الولاد، طفلي الحضانه بتشتكي انه بيعض او بيزق، طب ما هو ده ظهر منين؟ ده ليه سبب. فانا لو احط اول اولويه احط اولويه للراحه النفسيه للطفل، لانه بعد الراحه النفسيه هتيجي استقبال الطفل المعلومات التعليميه. اتنين، بعد الراحة النفسية هنركز على المهارات الاجتماعية، مش هركز على تعلم الحروف والكلمات والأرقام زي ما البعض بيقول إن ده مهم جدا، أنا بدفع فلوس عشان إيه؟ أو بودي طفلي الحضانة عشان إيه؟ لا، ما هو أنا لما بركز على المهارات الاجتماعية واستعداد طفلي، هي الحقيقة الحضانة للمهارات الاجتماعية أكتر ما هي التعليم تعليم يعني. بالظبط بالظبط، فلما بركز على الجزئية دي طفلي هيكون مستعد انه يتعلم من المعلمه ويتعلم من الاطفال التانيه، لان الاطفال بتلاحظ بعض وبتتعلم من بعض. فانا لازم احط الاولويه النفسيه، بعدين الاولويه المهارات الاجتماعيه، ودي اتكلمنا عنها في الاول، ان انا اشوف نمط طفلي ولو هل هو محتاج مساعده في ان انا ادعمه بلقاءات للعبه مع اطفال في نفس فصله بعد لقاء المدرسه، او ان انا اشترك له في نشاط اجتماعي او رياضي واكون موجوده معاه عشان اطمنه. لازم نشيل فكره ان انا اسيب الطفل يبكي ومع الوقت يتعود، للاسف ده بقينا بنشوف. طب حلوه قوي النقطه دي يا دعاء، بشكل سيء عشان الاطفال اللي بتعيط كتير او الاطفال اللي العنيدة أو الخجولة أو اللي عندهم ميول للعنف شوية، اللي هي الحاجات المختلفة أو اللي بنشوفها في الأطفال، هل ممكن الصفات دي تتغير فيه من وهو صغير؟ طبعا. يعني احكي لنا إزاي. طيب
هو احنا بنسمي اول 3 سنوات بشكل عام في علم الاعصاب مخ الاطفال هي دي سنوات التشكيل، ان انا مخ الطفل بيتشكل بكل ما فيه، ولكن من 3 سنوات ل6 سنوات ودي مرحله الحضانه بتسميها مرحله التعديل. بمعنى ايه؟ ان انا لو في حاجه لسه ملاحظاها وحاسه ان انا عايزه اعدلها فاقدر اعدلها. وبرده اللي بيسمعنا واطفالهم فوق ال6 سنوات، هل ده معناه ان طفلي بقى اصبح بعد الست غير قابل على التعديل؟ لا طبعا، كلنا بنتغير، بس ممكن التعديل يحتاج وقت اطول. وده دايما اللي بناكد عليه، الموضوع عامل بالظبط زي حد بيروح الجيم عشان يربي عضلات، فالعضله مش هتطلع في يوم وليله، تحتاج تمرين، تحتاج مجهود، تحتاج صبر. فهي بالنسبة للسلوك الموضوع برضو محتاج ان احنا نلتزم كمربيين ومعلمين بخطة واضحة وصريحة ما بيننا، ما يكونش في تضارب، المدرسة بتعمل حاجة والبيت بيعمل حاجة. لو احنا عايزين فعلا نعدل سلوك اطفالنا يكون في اتفاق، احنا هنعمل 1 2 3 تجاه السلوك ده، والبيت هيعمل نفس الفكرة تجاه السلوك ده، فالطفل يكون عنده رسالة واضحة تجاه السلوك ده، انا اعدله ازاي واتصرف بيه ازاي. صحيح صحيح، التربية الإيجابية للولدين ده حاجة مهمة جدا، وحضرتك مدربة ليها، فالتايتل عجبني جدا، مدربة التربية الإيجابية للوالدين، الأستاذة دعاء كرسون، شكرا جزيلا لحضرتك، نورتينا. شكرا لكم، شكرا.